نظرا لواقع أن الصحراء الغربية ليست جزءا من أراضي المملكة المغربية، ليست جزءا من أراضي المملكة المغربية، وهذه الكلمة سر، فإن المياه المحيطة بأراضي الصحراء الغربية لا تعتبر ضمن منطقة الصيد المغربية المعنية باتفاق الصيد. إذن إن بروكسل والرباط. ما غادي نحاربوش اسبانيا وما شاهرين شي عليها الحرب، وانه في مائده ماتت روح مغربيه او هلك مغربي واحد راهي مسؤوله به امام الراي العام ديالها والراي العام المغربي والراي العام العالمي. حيت تنقول اسبانيا 150 الف مغربي ومغربيه غادي يمشيو يدخلوا الصحراء، ما بينه وبينك حتى حرب، ما عندنا معك مشكل، ولا سيما انك انت قررتي انك غادي تخرجي اسبانيا، وخرجي وخلي المحل للولاد والاهل والسكان. ولكن مقابل هذا نقول ان المغرب مستعد بل من الواجب عليه ان يقوم بواجب الدفاع عن النفس وحفظ الكرامه وصيانه الارواح فيما اذا وجد في طريقه حاجزا غير حاجز اسباني. اما كل حاجز اسباني لقيناه في طريقنا غنقول لهم ما غادي نحاربوكمش، فاذا ما عندكمناش تحاربونا. الحق اذا كان هناك عنصر اجنبي الاسبانيين استاذ جامعي كتحشم ملي كيبدا يسولك التلاميذ ديالك تيقول لك باش الصحراء مغربيه، واش تقول ليه؟ واش تقول ليهم؟ درتي توصل ليها جلت في المغرب هبط للصحراء وباقي باقي الرصاص كنمشي عند الاعيان ديال القبائل، دخلت الخزانه العامه، الخزانه الملكيه، الخزانه الصبيحيه ديال ال سعود، خزانه داوود، ما لقيتش. مشكل كبير، ما كاينش الوثائق، ما كاينش الوثائق، ما لقيتش. هنا كاين الحل، الحل دخلني شويه الشك. انا دابا راني 27 عام وانا معنى تكشف أن الجيش المغربي يحتاج فقط لثلاث ساعات لاحتلال الجزائر. شوف ماذا بكم تعلمونا واش من نهار يجي؟ هبا نستناكم حنا. ماذا بنا تعلمونا قداه تجيو أنتوما؟ حنا بقى نحضروكم حنا. أجيو في كوبانية، كوبانية كبيرة ياسر. كوبانية أجيو. قداه؟ كوبانية محمد كوبانية. ألو؟ على كل حال هذا هو رانا نترجاكم حنا. هذا هو. بالسلامة. جورا طاحوا واحد على واحد بربعة بيهم فين يجيني انا الرفال اللي غادي يجيني؟ ما غاديش يجيني مسيكتور منهم، غادي يجيني انكليني. هو يشوفني واحد شاف النار من خرجت ديال كلاشنيكوف ان كليني، نقول لك 100 متر 120 متر هكا بالجنب ديالي، لخاطر فاش صيفط لي الرفال بداو يجيوني النجوم ديال الرصاص بداو يجيوني في الجنب. هنا فاش شي يبقى كي شي تخلي هنايا شي تخلي في الرجلين، هنا فاش جاتني واه تما عندك رصاصه واه فين في الصدر؟ عندي رصاص في الصدر. لا تسمح لي الرصاصه جات من هذا جاتني ان كليني. اه وي جاتني من 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 ضربت دخلت وفين وصلت؟ دخلت وبقات هنا هرست لي غير الضلوع. اه وي هرست لك الضلوع. هرست لي الضلوع وبقات هنا، بقات هنا واقفه. واه ها وحده الاخرى كاينه ثاني وحده الاخرى جاتني هنايا في في في, في الفخذ ديالي. واه في ليهونش. واه في الفخذ. وحده جاتني في الساق، الساق ديالي من بيموري نيشا بالضبط. صيفطت لهم ساروت واحد اللي عندي في ديك الشارجوره طاحوا واحد على واحد بربعة بيهم فين يجيني انا الرفال اللي غادي يجيني؟ ما غاديش يجيني مسيكتور منهم، غادي يجيني ان كليني. هو يشوفني واحد شاف النار من خرجت ديال كلاشنيكوف ان كليني، نقول لك 100 متر 120 متر هكا بالجنب ديالي، لخاطر فاش صيفط لي الرفال بداو يجيوني النجوم ديال الرصاص بداو يجيوني في الجنب. هنا فاش شي يبقى كي شي تخلي هنايا شي تخلي في الرجلين، هنا فاش جاتني واه تما عندك رصاصه واه فين
في الصدر؟ عندي رصاص في الصدر. لا تسمح لي، رصاصه جات من هذا. جاتني انكليمي. اه وي جاتني من 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 ضربت. دخلت وفين وصلت؟ دخلت وبقات هنا. هرست لي غير الضلوع. اه وي هرست لك الضلوع. هرست لي الضلوع وبقات هنا. بقات هنا واقفه. ها وحده الاخرى كاينه ثاني واحده. الاخرى جاتني هنايا في في في, في, في الفخذ ديالي. في ليهوش. في الفخذ. وحده جاتني في الساق. الساق ديالي من الموري. نيشا بالضبط. صفت لهم ساروت واحد اللي عندي في ديك الشارجورة طاحوا واحد على واحد بربعة بيهم فين يجيني أنا الرفال اللي غادي يجيني ما غاديش يجيني مسيكتور منهم أولا يضع وراءه تلك الخرقة أطلب مرة أخرى بأن تنتبهوا إلى هذه المسألة أريد أن أجيب بطريقة مختصرة على ضيفكم منار الخريطي الذي يقول أن العلم الصحراوي هو عبارة منار السليمي تفضل أنه علم الجمهورية العربية الصحراوية يربري في المنابر الدولية والملك المغربي محمد السادس يدخل إلى القمة الإفريقية والعلم الصحراوي هذا العلم الذي ورائي الآن يرفرف أمام وجهه وفوق رأسي فأطلب الاحترام لهذا العلم الذي ماتوا من أجله ودفاعا عنه الآلاف من الشهداء الأحرار الصحراويين لا لأنه نرد النقاش بهذه الطريقة هو يريد أن يزيح النقاش عن سكته بهذه الطريقة معروف أسلوبه يعني هذا الشخص طبعا أنا لم أنزل إلى مستوى فنحن أرقى وأرفع من الذين جعلوا من قلة الأخلاق معنى تكشف أن الجيش المغربي يحتاج فقط لثلاث ساعات لاحتلال الجزائر شوف ماذا بكم تعلمون واش من نهار يجي هبا نستناكم احنا ماذا بنا تعلمون قد هجي وانتما احنا بقى نحضروكم احنا اجيو في كوبانيه كوبانيه كبيره ياسر كوبانيه اجيو قداه كوبانيه محمد كوبانيه الو على كل حال هذا هو رانا نترجاكم احنا هذا هو بالسلامه اللي كان ثقبة في خريطة المروك نتيجة لعلاقة سلاطينها مع النصارى واللي نقرأ حرفيا في نفس الموقع الأمريكي ما يلي في عام 1821 قدم السلطان سليمان مبنى القنصلية الأمريكية في المروك كهدية للملكة واللي هو أول ملكية لدولة الولايات المتحدة خارج أراضيها واللي دايرة فيها الأمريكان اليوم المفوضية الأمريكية في طنجة هذا بالإضافة لسفارتها في الرباط يعني. خلي نحلوا الخريطة ونعت الخوتي في المروك قطعة أرض في طنجة ليست لدولتهم أي سيادة عليها
بل هي ملك للمريكان. وكي نقول ملك راه تختلف على سيادة السفارات والقنصليات الأجنبية في كل الدول على مقراتها اللي هي حتى هي تعتبر حرمات لا يمكن الدخول إليها. ولكن الفرق ما بين مقر أي سفارة وهذا المكان هو أن السفارة لو تحول مقرها ولا تغلق السفارة بسبب أي مقاطعة أو إنهاء علاقات تسترجع الدولة هذه الأرض لملكيتها. إلا هذا المبنى، هذا المبنى ملك تام للمريكان بالكواغة شئتم أما بيتم. حتى لو كانت تقطع العلاقات الأمريكية المغربية تبقى هذه أرض المريكانيين لأنه دهاء.